في بعض الرجال كده تلاقي عندها غل غل كده، عايزة تتحكم في المرأة، تلاقيه بيتحكم على أشياء فيها تحكم وما فيهاش تحكم. المهم إن هو عايز يتحكم وخلاص، خلق لأجل التحكم. المسيطر والسائد في العلاقة أو ارتباطه بالمرأة أو حتى مع أي حد هو التحكم والتسلط. في بعض النساء بتقبل بكده عشان ولادها، عشان العيشة، عشان بتحبه، عشان أمر واقع إلى آخره. وفي بعض النساء يعني بتديله بالقفا، سوري في اللفظ، وتقول له مع السلامة، ما استحملش العيشة دي. عامة احنا معانا كل الرجال من ال 12 للمركز الأول، يلا بينا. والله وحشتوني، برحب بيكم. مش هاخد اكتر من 5 ثواني، ارحب بيكم واقول لك الجديد برضو يعني اللي بينضم لنا عرفنا بنفسه، عشان انا عايز ارحب بيه. وتعالوا بينا نبتدي، ورجاء بس رجاء يا مسلمين في البدايه كده، عاملين قناه جديده للكره، انا سايب رابطها في وصف الفيديو اول تعليق، يا ريت تدعمونا فيها وتشتركوا فيها رجاء يعني. تعالوا بقى نبتدي بالمركز ال 12، وتوقعوا كده مين اللي هيكون في المركز الاول. انا بقرا كل تعليقاتكم. في المركز ال 12 هو المتسامح السلس، الرجل الاوبن مايند، يعني حاجة سلسة أوي. هو رجل برج الدلو الهوائي مقارنة بكل رجال الأبراج. يعني لو أنت شايفاه متحكم أو متسلط يبقى عشان أنت ما جربتيش غيره، فاحمد ربنا. مقارنة بالرجال كلها هيجي في المركز ال 12 سلس، ودايما يمشي بمبدأ خف عشان الدنيا تبقى لذيذة. أعلى منه في المركز ال 11 رجل برج القوس الناري، غريبا نلاقي رجل ناري يعني في المركز ال 11، ولكن رجل برج القوس في المركز ال 11 مهما كان برضه هو عصبي بس غلبان، مندفع، يتكلم يقول له كلمتين كده بس بعدين بيطلع وينزل على ما فيش، وتلاقيك في الاخر ممكن تعملي اللي انت عايزاه بشويه محايله كده وشويه دلع حلوين. يمشي اوي السياسه دي، تمشي مع رجل برج القوس. اعلى منه في المركز العاشر رجل برج الجوزاء، نفس السياسه، يطلع وينزل على ما فيش وبشويه دلع كده والاسلوب الحلو والناعم تمشي اللي انت عايزاه. خلاص بقى كده هنعلى، ندخل ليفل تاني، مستوى تاني، نخش في منطقه وسطى اللي هم بين البنين، اللي هم مهضومين شويه يعني. في المركز التاسع هنلاقي برضو واحد متأثر يعني بحبايبنا اللي سابوه، رجل برج الميزان، سلس وعنده مبدأ برضو خف عشان الدنيا تبقى لذيذة والحياة مش مستاهلة. يتحكم في بعض الحاجات وصدقني في حاجات كتير بيطنش ويكبر دماغه، زيه زي الرجال اللي سويته كلها، رجال بتطنش ما بتدققش قوي، خلي بالك. أعلى منه في المركز الثامن رجل برج الحوت أو الرجل بائي. رجل برج الحوت بدأنا العملية تخنقنا شوية، ندخل في الجد شوية. هو ساعات بيكبر دماغه بس ساعات بيتربس في حاجات كده ويدقق في حاجات ملهاش أي 60 لازمة تكرهنا في العيشة واللي عايشينها. بس هو رحمة مثلا، مش زي أبراج القمة ورجال القمة. رجال القمة هتحسسك إن أنت عايشة في قفص، إن أنت عايشة في سجن، وللأسف أنا واحد منهم. اللي عارف برجي بقى هيعرف برج إيه اللي هيجي من القمة. نعلى كمان مركز عشان نوصل للمركز السابع، أصعب شوية ويخنق شوية وأكثر تحكم شوية وسليط أكثر شوية، هو رجل برج السرطان المائي. نخش في تفاصيل التفاصيل وندقق ونقرف شوية. أحيانا هذا الرجل ممكن يقرف الأنثى، بالذات لو هي أنثى هوائية أو نارية، وبالذات لو هوائية، لذلك تلاقي العلاقة بينهم متوترة أو مش زي علاقته بالنساء الترابية والمائية، عشان هي نساء بتحب تبقى زي العصافير كده تنطلق في البساتين وتغرد، وهو عامل زي الأخطبوط بيرمي الشبكة فوقها على طول. نسيت أقول لكم رجاء لو شايفين الحلقة دي مفيدة وممتعة يا ريت تدوسوا لايك، شايفينها ملهاش لازمة دوسوا ديسلايك بس قولوا لي السبب عشان لو في مشكلة نعالجها، لأن اللايك بيوصلها لأكبر قدر من أصدقائنا وده اللي احنا عايزينه. احنا عائلتنا ما شاء الله كبيرة، داخلة على ربع مليون على اليوتيوب، ففي البعض بيضيع منه الحلقات يعني، هسيبكم لضميركم بقى. نخش في الجد أكتر وأكتر ونخش في الخنقة أكتر وأكتر، ونلتقي برجل برج العذراء في المركز السادس، أعلى وأشد من كل الأبراج دي، كفاية لسانه. لسان رجل برج العذراء ما شاء الله يخليكي مقبلة على الانتحار بأسرع وقت ممكن. يعني هو في مميزات حلوة، بس لما نتكلم في موضوع الحلقة ده هتلاقيه راجل خنيق بيجي في المركز السادس. يعني عايز بقى، احنا دخلنا في الرجال بقى اللي عايزة تمسك كرباج وتتحكم بقى،
اعلى منه لازم طبعا في المركز الخامس رجل الاسد، هيكون له نصيب في الفرح بتاع النهارده ده مع ابراج القمه في المركز الخامس. هو بطبعه عنده حته سي السيد، وما دام هو عنده حته سي السيد اذا لازم يجي من الابراج بتاعت حلقه النهارده. وخلي بالكم كل ابراج القمه ابراج تلاقي الغالب في التعامل بتاعها في العلاقه سي السيد، ابراج يعني التحكم بتاعها بيصل لدرجة ممكن تفقع مرارتكم شوية. أعلى منه في المركز الرابع أشد وأكثر تحكم وتعنت وأكثر سلاطة، حد توقع؟ رجل برج العقرب المائي. عشان ننتهي بقى من الإخوة المائيين تماما، هي المشكلة كمان في الرجال المائية إنها لما بتحب قوي بتدقق قوي فبتخنق قوي فبتتحكم قوي فبتصبح سليطة قوي. الرجال المائية عامة كده. رجل برج العقرب ممكن يخنقك، ممكن يخنقك ويدلعك بس بمزاجه، بس في الاول وفي الاخر العام الفلسفة بتاعته في التعامل ان هو رجل متحكم جدا وبيدقق جدا، وممكن في بعض الاحيان يخنق جدا عادي ما فيش مشكلة. موعدنا بقى مع برجي، انا جيت اهوت في القمة. إيه انا جيت، انا وصلت يعني زمان. دلوقتي في كتير من النساء بتدعي عليا اللي اتعاملت مع رجل الحمل، وهم عارفين ان هو متعب في الحتة دي. احنا مفرفشين ونحب الدنيا والحياة، وممكن تلاقي عندنا لمسة كوميدية يعني، ولكن برضه فينا الطبع الاسود ده، طبع السيد ده، ونحب ندقق هتلاقيه موجود فينا. عشان كده ممكن قوي نخنق الانثى اللي احنا مرتبطين بيها، ده احنا ندقق في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، وممكن ندقق في حاجات ملهاش اي لازمة، وممكن نبقى شايفين حاجة محدش شايفها غيرنا ونبدأ نعمل عليها مشكلة. احنا كده للأسف يعني، الله يكون في عون اللي هيرتبط بينا، انا بحذركم من الارتباط بينا. اعلى منه اشد واصعب ودهية اكتر واكتر في المركز الثاني حبيب الملايين من النساء، رجل برج الثور الترابي. ثور يعني تحكم، ثور يساوي تحكم في المعجم بتاعه كده. لو جبنا المعجم بتاع اللغة نلاقي كلمة ثور تساوي تحكم تسلط. ده راجل يعني سي السيد، ده ابو سي السيد مش سي السيد نفسه يعني، يعني سي السيد وابوه إنجاز التعبير. لا، رجل برج الثور واحد من أقوى وأشد الرجال تسلطا وتحكما وتعنتا وتشبثا برأيها، ويدخل في تفاصيل التفاصيل وتفاصيل التفاصيل كمان مرة. بينما يعني زعيم الليلة دي كلها بقى، الكبير بتاع الليلة دي كلها، متصدر رجال الأبراج في حلقة النهاردة، حبيب الملايين ملايين الملايين، رجل برج الجد، محطم قلوب العذارى أو قلوب العاشقات يعني، رجل برج الجد الترابي. أكثر رجال الأبراج تحكما وتسلطا وتشبثا وتعنتا لرأيه، واللي بتحبني تقبلني زي ما أنا. رجال القمة دي الفلسفة بتاعتهم، بتحبينا اقبلينا زي ما احنا لاننا طبعنا كده ومش هنغير كده. رجاء لو شايفين الحلقة دي مهمة او مفيدة او ممتعة تدوسوا لايك توصل لاصدقائنا، العكس دوسوا ديسلايك وقولولي السبب. بحبكم جدا، هتوحشوني. عندنا كل ليلة على الانستجرام لايف، وبعدها على الفيسبوك في وصف الفيديو واول تعليق، يا ريت تنضموا لنا، الرابط دي موجودة. بحبكم والى اللقاء.